هذه صالح يا نجحيل خطيرة 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 يو صالح نادي تحيل 1-0 خطوة بخطوة والكرة لا تعشق سواك يا مبارك أو هذا اللاعب راشد عبد العزيز العبد الله على الكرة الماضية شوف بنفس الطريقة بنفس السيناريو بالهجمة السابقة كان ممكن أن يسجل صالح نادي تحيل مرة أخرى فيها مرور أول ثاني ثالث تسديدة خطيرة 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 جول ثاني لصالح نادي تحيل الذي يتقدم بهدفين مقابل لا شيء يتقدم بالنتيجة بهدفين مقابل لا شيء شوف راشد العبد الله شوف المرور الأول والثاني من مبارك شنان والتسديدة التي اصطدت لتعود لي خطيرة 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 خطيرة, خطيرة. راشد العبد الله يسجل الهاتريك في مرمى نادي الغرافة في نهائي المربع الذهبي هدف ثالث يأتي لراشد العبد الله ولصالح نادي تحيل شوف المرور